فرانكو، soy directora. اسمي راكيل فرانكو وأنا مديرة تحرير دار نشر صغيرة. ولدت فكرة كتاب الشجرة عن طريق الصدفة. استخدمنا أحبارا غير حمضية ولا سامة، وبتصميم خاص لغلاف الكتاب وورق مصنوع يدويا. وهذا الكتاب يمكن زراعته بعد الانتهاء من قراءته، بعد أن وضعنا في صفحاته بذور شجرة جاكاراندا وهي جزء من ثقافتنا. وهكذا أنشأنا كتاب الشجرة. في البداية قمنا بعمل 40 نسخة من كتاب الشجرة. طبعا لم نقم ببيعه بأي حال، وما فعلناه هو أننا وزعنا 20 نسخة على الصحافة، وبقية النسخ وزعناها على المدارس، واقترحنا الفكرة على المؤسسات التعليمية والبيئية. ذهبت إلى مدرسة في مدينة ماندوزا وهي قريبة من الجبال. أول شيء فعله الأطفال هو لمس الكتاب والإحساس به، ورغم أن الأطفال كان اتصالهم وثيقا بالطبيعة كانوا يشعرون بالدهشة، لأن كتابا بين أيديهم يستطيعون زراعته. في هذا الوقت الحديث مهم جدا عن استهلاك الموارد الطبيعية التي نأخذها من الأرض. لا يدرك الأطفال أن وراء كل طاولة خشبية كانت شجرة، وأوراق الكتب هي في الأصل شجرة. بالتالي فكرة كتاب الشجرة أن يصل الأطفال إلى وعي بيئي أعمق من خلال تجربة حقيقية.